أكدت شافي هرنانديز نجم برشلونة الإسباني السابق وسد القطري الحالي أن ريال مدريد يستطيع الفوز حتى وإن لعب بطريقة سيئة، في حين أن البارسا لا يستطيع القيام بذلك. وأضاف: من أجل الفوز بدور الأبطال يجب أن تملك لاعبين يطلبون الكرة في الأوقات الصعبة والمعقدة. وفي كرة السلة، أوقف فريق برشلونة سيطرة غريمه التقليدي ريال مدريد على لقب كأس ملك إسبانيا في السنوات الأربع الأخيرة بعد فوزه بنتيجة 92 مقابل 90 نقطة. ورغم خسارة الريال إلا أنه لا يزال الفريق الأكثر تتويجا بلقب بطولة الكأس برصيده 27 مرة وبفارق 3 بطولات عن غريمه برشلونة. وضمن 264 مباراة عادل نجم نادي ريال مدريد الإسباني البرتغالي كريستيانو رونالدو رقم أسطورة النادي الملكي راؤول غونزاليس، وذلك بعدما سجل هدفا للملكي أمام ريال بيتيس في المباراة الأخيرة لفريقه. اعترف زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أنه أصبح يصرخ أكثر من المعتاد خلال هذه الأيام، والأسباب حسب قوله بأن مباريات الفريق في الآونة الأخيرة كانت مؤثرة وصعبة في جزئياتها، لذلك صرخت كثيرا. رغم المستوى الكبير لميسي مع برشلونة إلا أنه يواجه سوء حظ من ناحية تسجيل الأهداف في بطولة الدوري الإسباني، حيث ضاع عليه 14 هدفا محققا. وبحسب الإحصائيات فإن ميسي استطاع تسديد الكرة على العارضة والقائمين الأيمن والأيسر 14 مرة في خلال الموسم الحالي.